الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيفتي في هذه الحلقة الاستثنائية فانيسيا توماسيني، الصحفية الإيطالية، لأسألها عن مشاهداتها أثناء زياراتها لمختلف المدن الليبية. كيف تقيم السيدة توماسيني الحالة الأمنية في الشرق، الجنوب وفي المنطقة الغربية؟ سأسألها عن زياراتها لميادين القتال في طرابلس ومرافقتها لبعض الميليشيات هناك. سأسألها عن واقعة منعها من زيارة الخطوط الأمامية بسبب تواجد الجماعات الجهادية. كيف ترصد السيدة توماسيني تعاطي الصحافة الإيطالية مع الملف الليبي؟ كيف ترصد موقف الحكومة الإيطالية خاصة مع تعاظم وجود التنظيمات المتشددة التي تقاتل ضمن ميليشيات السراج؟ وماذا عن خرق تركيا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا وإرسالها لشحنات سلاح استلمها المعاقب دوليا صلاح بادي وعدد آخر من قيادات التنظيمات الإرهابية؟ سأحاور ضيفتي اليوم بمساعدة المترجم الأستاذ محمد سعد الذي سيترجم من العربية إلى الإيطالية والعكس بالعكس. نقول لمن لمن يغزينا، نقول له ان دوارنا وجيشنا الحقاني مش جيشك انت الميليشيات. انا مفروض اليوم وامس وبالامس ان من كانوا يقاتلون في بنغازي من رجال مجلس الشورى، من كانوا يقاتلون في درنا من مجلس الشورى ثواري درنا. الشباب الان يضحكوا بالسود يصدروا الغزو، هذا الغزو الغادر. الان الرجال يستعدوا لمواجهه باذن الله منصورين. الحدث، اهلا بكم مشاهدينا. ارحب بضيفتي هنا في الاستوديو، الصحفية الإيطالية في صحيفة إسبتشيالي ليبيا فانيسيا توماسيني. الكازو ليبيكو. La domanda che ha fatto Ahmed tratta la sua permanenza a Cirenaica, che tu hai girato tutta la parte orientale, cosa hai trovato? Parlaci se vuoi della sicurezza, della reazione del popolo, della gente in Cirenaica. Innanzitutto grazie per questo invito. Vorrei ringraziare tutte le persone che ho incontrato. أود أن أشكر جميع هذا الشرف لي أن أبقى هنا بينكم. La mia visita per l'ospitalità che mi hanno riservato. الناس هنا جدا فرحين بقدومي ورأيت فيهم كرم الضيافة. Quello che ho incontrato, allora innanzitutto sono rimasta molto sorpresa da quella che è la Cirenaica della regione. منذ وصولي هنا الشيء الذي أشار انتباهي بساطة الناس وفرحتهم بمن يحاول نقل الحقيقة وإيصال صوتهم إلى العالم. الجزء الشرقي من البلاد أو برقة، فمثلا مدينة البيضاء ودرنا هي مدن مجهولة في الرأي العام الإيطالي. برقة بصفة عامة. Segni del terrorismo sono ancora ben visibili, quindi sono i risultati della lotta al terrorismo. إذا ما تحدثنا عن نتائج الثلاثة أو أربع سنوات من الحرب في برقة في شرق البلاد، لم تتعاطى صحافة إيطالية بالشكل يوضح للرأي العام الإيطالي حقيقة نتائج
الحرب الجيش الليبي ضد تلك الجماعات الإرهابية. الكليما è di assoluta sicurezza. Io sono rimasta molto sorpresa dal clima di sicurezza che ho incontrato a Bengasi, da Leida. أمن حقيقي في هذا الجزء من البلد. E anche nella stessa Derna, dove fino a poco tempo fa si stava combattendo contro Daesh e altri gruppi. آخر معاقل الإرهاب التي حارب فيها الجيش الليبي. Ho visto qui a Bengasi che la gente ha già iniziato da tempo a ricostruire. Ci sono تحاول الانطلاق من جديد وإعادة البناء من جديد. تحاول الخروج من حالة الحرب وتوابعها. La differenza, ad esempio, tra Tripoli e Bengasi, che sono due città. الفرق بين طرابلس وبنغازي من تجربتان. قضيتهما شخصيا. طرابلس جغرافيا ومن حيث عدد السكان طبعا كما نعلم كبيرة. Nella capitale, quando في طرابلس. Precisando che anche a Tripoli sono stata libera di girare, sono stata. حتى في طرابلس كان هناك نوع من الحرية في حركة. A Tripoli la situazione di sicurezza, parliamo delle milizie che controllano la città, sono molto più presenti, un numero molto maggiore rispetto alle vetture e alle forze di sicurezza che incontriamo a Bengasi. هناك العديد من الأجهزة ومن الجماعات التي لا تعرف حتى انتمائها في ما يخص الوضع الأمني في طرابلس. الجميع يستوقفك، الكل يسأل عن سبب وجودي، بينما في بنغازي هناك أجهزة محددة ذات زي معين. أنا شخصيا تعرفت أنهم أجهزة تتبع وزارة ما في دولة ما، والناس أيضا من حيث الوضع الاجتماعي والنفسي في بنغازي وفي الشرق أكثر راحة. سيدة مسيني، أنت كنت متفاجئة لهذه الحالة التي قمت برصدها في بنغازي. Sei stata sorpresa per la sicurezza che hai trovato في الجنوب ومقارنتها بالأوضاع في المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيات حكومة الوفاق. هذه الصورة تصل إلى الغرب، تصل إلى إيطاليا. Della verità arriva al popolo italiano in Europa in generale. Allora la verità sta arrivando in Italia, sta arrivando al الحقيقة Europa. تصل شيئا فشيئا أصبحت تصل إلى إيطاليا. Diciamo che il problema المشكلة هي media controllati dai fratelli musulmani, quindi anche i media che sono a Tripoli طرابلس descrivono una situazione totalmente differente. Nel senso che الوضع مختلف تماما بين طرابلس وبنغازي. Loro parlano di stato militare, parlano di dittatura militare. هناك يتحدثون عن شكل دولة عسكري ولا يتحدثون عن من يحارب الآن في طرابلس. لو أنت مثلا تحدثت مع شخص إيطالي مهتم بشأن الليبي ستجد أن الإعلام طرابلس وإعلام غرب البلد هو الذي يحكم في صورة الوضع الليبي في طرابلس في إيطاليا. ولهذا أنا أخذت على عاتقي من هذه التجارب سواء في برقة أو في طرابلس في نقل الحقيقة. تعرضت للانتقاد ولكني مستمرة في نقل الحقيقة. ما السبب سيدة ماسيني؟ هل يمكن أن نقول أن الحكومة الإيطالية السابقة التي كانت تبني علاقاتها مع هذه الجماعات مع حكومة الوفاق وانحازت إليها ضد الجيش كما يقول البعض، هل هي التي اختارت سماع جهة معينة دون الأخرى؟ مصالح الشركات الإيطالية هي التي تحدد أي زاوية يمكن منها مشاهدة الواقع؟ Sicuramente l'Italia ha molti interessi nella regione occidentale. Italia ma صالحها اكثر في اقليم طرابلس. هذا واضح للجميع. Per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di petrolio. نحن هنا لا نتحدث فقط عن امواج من المهاجرين الغير شرعيين، ولكن نتحدث ايضا عن انابيب من النفط والغاز. هذا هو السبب الرئيسي في تمسك ايطاليا بدعم حكومه السراج. Noi sappiamo che i flussi migratori, la maggior parte dei migranti che partono dalla Libia. نحن نعلم جيدا ان partono dalla Tripolitania. نحن نعلم جيدا ان لطالما كانت قوارب الموت
tanto raccontare Ablus, وليس من برقة من بنغازي. Sono le decisioni del governo italiano. يحاول الرأي العام الإيطالي أو الحكومة الإيطالية أن تجعل أن السبب اهتمامه بالأزمة الليبية على الصعيد المهاجرين فقط، ولكن أقول وفي وجهة نظري الشخصية أن المصالح الاقتصادية هي التي تحرك الرأي والقرار السياسي الإيطالي. لاحظنا هذا السراج حاول استغلال ملف المهاجرين في زيارته الأخيرة في روما عندما حاول طلب مساعدة من إيطاليا ومن الحكومة الأوروبية ودولة اللي زارها. ضخم قصة المهاجرين الشرعيين أنه قال رقم لم يذكره حتى الليبيين في حقبة ماضية، 800 ألف مهاجر. صحيح، 800 ألف مهاجر هدد السراج أو حاول إخافة إيطاليا تحديدا السراج من دخولهم على الأراضي الإيطالية. questa cosa di migranti 800.000 di أمر غير حقيقي أو مبالغ فيه، لكن تعرفين السبب سيدة توماسيني؟ لماذا تنطلق قوارب الموت على سبيل المثال لنقل المهاجرين غير الشرعيين من الغرب وليس من الشرق؟ هو بتأكيد وجود ميليشيات هناك هي لا تتواجد هنا. لماذا تبني الحكومة الإيطالية علاقاتها مع هذه الميليشيات الهشة التي تتاجر في المهاجرين غير الشرعيين وتقوم بكل هذه الأعمال غير القانونية؟ بالتأكيد إيطاليا مؤخرا فهمت أن السراج لا يسيطر حتى ولو أنه كانت حكومة معترف بها دوليا. إيطاليا لا زالت تحتفظ، وهذا ما تتميز به وجود إيطاليا في ليبيا. السفارة فتحت حتى في ظروف صعبة. طيب. إيطاليا تتعامل بحذر في الملف الليبي، مؤخرا تبعت سياسات أقرب إلى الشرق الليبي، ولكن ننتظر الموقف الإيطالي. أنت تعتقدين أنه بدأ يتغير، بدأ يقترب del governo italiano secondo lei si è spostato verso ينظر إلى جهات أخرى أو c'è ancora la cautela، بدل فقط التركيز على حكومة السراج ومصالحه معها، وأنت تقولين الآن أن الواقع أو السياسة الإيطالية تغيرت فعلا. ما المنتظر مستقبلا من الحكومة الإيطالية تجاه الملف الليبي؟ هل ننتظر أن تكون أكثر قربا من القيادة العامة؟ أن تتحدث بصراحة التي تتحدث بها باريس على سبيل المثال؟ dopo il conseguimento di questa politica di inclusività. Sicuramente questa politica di inclusività va avanti. Abbiamo visto che il premier. بالتأكيد أعتقد أن سياسة إيطاليا ابتداء من مؤتمر باليرمو بدأت تعطي أكلها، فنحن الآن نتحدث عن إمكانية فتح قنصلية في بنغازي وهناك علاقات طيبة وقوية مقارنة بالماضي طبعاً. نعم، إيطاليا تتعامل بحذر في الملف الليبي، ولكن يجب أن لا ننسى أن مصالح إيطاليا دائما في طرابلس. إيطاليا فهمت مؤخرا أن السراج لا يحكم وأن من يقاتلون معه هم يقاتلون ضد حفتر ولا يقاتلون. إيطاليا فهمت الموقف الإيطالي، تعتقدين أنه بدأ يتغير؟ عرفت جيدا من يسيطر على طرابلس تحديدا. هل لك أن تحدثيني من الذي يسيطر؟ من الذي يملك الكلمة العليا في طرابلس وفي مناطق غرب ليبيا؟ حسب مشاهداتك أنت. أعتقد أن الجميع فهم ويعرف الآن من يحارب ضد الجيش الليبي في طرابلس. أريد أن أخبركم بحدث حدث معي خلال تجربتي في طرابلس.
في إحدى زياراتي أو محاولة زياراتي للخطوط الأمامية قمنا بالإجراء المعهود بأخذ التصريحات لزيارة الخطوط الأولى. لم يستطيعوا حتى ذكر اسم حفتر عندما أحاول أن أقول الجيش الذي يقوده حفتر. Quando la milizia ci ha fermato al checkpoint, loro hanno detto palesemente che questo foglio. كنت أمر بالعديد من البوابات وكل بوابة كانت تتحدث معي بأسلوب غريب. كلما اقتربنا من الخطوط الأولى كانت العصابات ذات الخلفية الإسلامية تظهر لنا حتى في مظهرها الخارجي. شخصيا لاحظت هناك العديد من المشاكل والاحتقان بين ما يسمون أنفسهم ثوار طرابلس وتلك العصابات الإرهابية. هم لا يتواصلون حتى بينهم، يقولون سكان طرابلس الذين لديهم موقف من الجيش الوطني الليبي إنهم لا يستطيعون الذهاب للخطوط الأمامية لأنهم على خلاف مع هذه الجماعات التي تقود المعارك في الخطوط الأولى، فهم قتلوها في سرت فيما مضى. لنعود إلى قضية الهجرة غير الشرعية. لطالما حاولت حكومة السراج استغلال هذه المعضلة والمشكلة. حاولت إلى الأطلال دائما دعم حرس السواحل الليبي بكل المعدات ولكن لا نتيجة حتى الآن. دائما كانت المعدات التي تسلمها إيطاليا لليبيا تستخدم لأغراض عسكرية ورأيتها بعيني في محاور قتال. أنت زرت محاور القتال في مدينة طرابلس وأنت الآن تروين جزءا من شهادتك على تلك التجربة. حسب مشاهداتك سيدة تمسيني، تحدثت الآن عن تواجد لجماعات جهادية أو إرهابية أو متطرفة هناك إلى جانب ميليشيات أخرى ربما لا تمتلك توجهات عقائدية. من صاحب الكلمة العليا هناك؟ من الأقوى؟ من صاحب السيطرة الحقيقية؟ الجماعات المتطرفة أو الجماعات الأخرى غير الأيديولوجية؟ نحن كوريوزي سابيري دي أونا كي أفيسو تلسبرينسا برسونالي إن كل زونا. بالتأكيد هناك حالة من التخبط في محور القتال في طرابلس. نعم هناك خليط بين الجماعات الإسلامية ومن هم ثوار ومن هم مدنيون لا ينتمون لأي طرف. Addirittura un semplice operatore ecologico è stato rapito dalle milizie. Quindi la situazione era. هناك ميليشيات تتظاهر وتذهب إلى الخطوط الأمامية ولكنها تنهب وتسرق. أنا تلقيت العديد من الشكاوى من أناس بسطاء تعرضوا للنهب والسطو من هذه الميليشيات. Sicuramente le milizie si sono coalizzate. La preoccupazione dei civili è anche per le milizie che provengono fuori da. هناك قلق آخر من الأناس العاديين والمدنيين في طرابلس التي تنظر إلى هذه الميليشيات ومصيرها حتى في حدوث وقف إطلاق النار. هذه الميليشيات التي طالما عانت منها طرابلس. نتذكر ماذا حدث في فترات سابقة. كانت دائما معضلة طرابلس في هذه الميليشيات التي يصعب إخراجها وتدخل بسهولة. A questi gruppi dobbiamo aggiungere le forze che tra virgolette sono legittime del governo. إلى هذه العصابات يمكن بين قوسين أن نضيف أيضا عصابات وميليشيات ليست نظامية تحصلت على شرعية من الحكومة. Diplomatic security, le brigate che ci sono sempre state a Tripoli dal 2011, quindi. وتلك العصابات التي لطالما حاصرت السفارات وحاصرت المؤسسات الدولة في طرابلس والجميع يعرفها. La central security di Abu Salim,
مثل كتيبة أبو سليم وقائدها الميليشيا والنيوة إذن يجب أن نأخذ في الاعتبار ورأيتهم من تجربتي الشخصية كل من فر من معارك القتال بعد سيطرة الجيش الوطني سيطرته على شرق البلاد أصبح طرابلس ملاذ لكل تلك العصابات بالإضافة إلى من فر من سوريا ومن العراق وفي النهاية أريد أن أوضح أيضا إن إضافة لكل الجماعات الإرهابية التي رأيتها هناك المجرمين ذوي العلاقات بالعصابات الإجرامية الجنائية وتلك العصابات المسؤولة عن تهريب البشر أيضا أخذوا طرفا من هذه الحرب تلك العصابات الشهيرة في الصبر في صبراتة والزاوية il mio viaggio a Tripoli sarebbe durato sarebbe dovuto durare molto di più io sarei dovuto trovarmi a Tripoli كان يجب علي ان اقيم فتره اطول في طرابلس ولكن تعرضت للضغوطات لاني حاولت دائما الافصاع عن الحقيقه ونقل ما اراه في منطقه طريق المطار حاول دائما منعي من التقدم ورؤية من يقاتل في الخطوط الأولى مناتي من التقدم في الخطوط الأمامية بسبب بشوط لماذا تريد أن تدخلين إلى محاور قتال الخطوط الأولى؟ نعم منعتي من التقدم باتجاه الخطوط الأمامية بسبب تواجد جماعات تابعة ليسار الشريعة أحد أجنحة تنظيم القاعدة الإرهابي ووجود تنظيمات أخرى أنت تؤكدي هذا الأمر الآن ومن هي الجهة التي قامت بمنعك؟ Chi ti hanno impedito di andare avanti per vedere le prime linee? Allora, io sono andata alla prima linea nei primi giorni in cui sono arrivata. عند وصولي إلى طرابلس ذهبت حاولت الذهاب إلى الخطوط الأولى. Sono stata accompagnata al fronte da Lotfi El Harari. وبرفقة شخص يدعى لطفي الحراري. In questa occasione io non posso dire di aver visto dei terroristi. في هذا الموقف لا أستطيع قول أني رأيت إرهابيين يقاتلون. Anche se ovviamente quando parliamo di fronte questa è un'idea che non passa perché purtroppo حتى لو أننا عندما نتحدث عن ستة محاور أو سبعة محاور لم يكن في إمكاني رؤيتها وزارة الجميع كلها. Una linea retta ben stabilita, ma ci sono cecchini, ci sono persone che sparano هناك مناطق خطيرة مليئة بالقناصين ونصحوني ومنعوني من الذهاب إليها. È impossibile per qualsiasi giornalista, a parte che al fronte nessun giornalista è stato al fronte di Trik al-Matar nel periodo. وكانت فترة وجودي هناك ذات معارك شرسة وتصعب على أي صحفي زيارتها. È impossibile stabilire da dalla strada dell'aeroporto chi sta sparando dalla campagna nascosto dentro alle abitazioni. كان هناك العديد من اطلاق النار وكان صعب تحديد هوية من يطلق النار في اتجاه المدنيين. Ma per quale motivo delle milizie dovrebbero dire non possiamo accompagnarti al fronte perché anche noi stessi non vogliamo andare perché non vogliamo combattere insieme ad Ansar al-Sharia. لا طالما تساءلت وراودت الشكوك لماذا منعوني في عدة مرات حاولت الذهاب وزيارة بعض الخطوط الأمامية كان واضح السبب واضح لدي كانت هناك جماعات لا يريدونني أن أراها. È molto interessante notare che نل momento in cui io ho pubblicato il report relativo alla mia prima visita al fronte أن في زيارة الأولى للخطوط الأولى il governo di accordo nazionale ha dato ordine alle السلطات حكومة السراج checkpoint che chiudevano la strada che porta a questo fronte di impedire a qualsiasi giornalista di andare طلبوا ومنعوا منعا باتا الكتائب هناك بمنع أي صحفي من التقدم لا أدري إذا كانوا خائفين على سلامة الصحفيين أو لإخفاء شيء ما كانوا يخفون شيء لماذا منعونا عدة مرات من زيارة الخطوط الأولى
ما non è possibile vedere il عينزارة والزاوية هذه الاتجاهات بالضبط كانت تجمع كبير لعصابات هم أخفوا حقيقتها عن الصحفيين. Ci sono rapporti che denunciano la presenza anche di foreign fighters. Quindi هناك تقارير تدين provenienti dalla Tunisia, provenienti dall'Egitto. هناك تقارير تدين استغلال الميليشيات لمراكز الإيواء وإخفاء الأسلحة فيها واستخدامها كدروع بشرية. تقارير من عدة صحف وعدة جهات. Non solo tutte le milizie si sono coalizzate contro Haftar. Questo è importante che l'Europa يجب أهم شيء يجب على الرأي العام في أوروبا أن يعلموا أن كل العصابات التي تقاتل ضد حفتر الآن ليس بالضرورة أن تكون موالية وموافقة على حكومة السراج. كل العصابات التي اجتمعت وتعاضدت في قتال الجيش الليبي لا يقاتلون قناعة بالسراج وبحكومته. يقاتلون من أجل وجودهم لأنهم يعلمون أن الجيش يعني نهايتهم. مثلا عصابات أنصار الشريعة التي تتحرك بحرية في طرابلس وضواحيها ترى في قدوم جيش من الشرق إذا نهايتها. Importante capirlo. من المهم فهم هذا. Quando sui social network i profili fake che ci sono su Twitter. على مواقع التواصل الاجتماعي. Mi hanno accusata di mentire, che io stessi mentendo. اتهموني بالكذب وبالتزوير. ولكن كان شعاري دائما أنا أقول ما أراه ولا أقول ما يحلو لي. Sia ufficialmente disciolto dal 2017. Senza pensare però إنها عصابات أدانها المجتمع الدولي وقوائم الإرهاب في العالم ولست أنا. Sono stati collegati, si sono diciamo collegati ad Al Qaeda, ma sono sopravvissuti e sono autori di. لست خبيرة في العصابات الجماعات الإسلامية المتطرفة ولكن أحاول فهم ما يحدث في محاور طرابلس الآن. هناك تحالفات جديدة وليدة الساعة وليدة هذه الحرب. Che gli autori di attentati terroristici in Europa erano direttamente collegati. هناك أشخاص مسؤولين عن هجمات إرهابية في أوروبا كانوا على ارتباط بقادة هذه الميليشيات التي تقاتل الآن الجيش الليبي في طرابلس. Questo secondo me è veramente importante. هذا مهم جدا أن نري العالم ولا سيما أوروبا هذه الحقيقة. Vorrei aggiungere che queste notizie. أود أن أضيف. Quando ho denunciato queste notizie, questi fatti così così gravi, e queste evidenze, le prove della presenza di Ansar al-Sharia al fronte sono arrivate in questi giorni. Si è parlato dell'uccisione del. إن مع مرور الأيام والقتال في طرابلس بدأت تظهر حقيقة هذه العصابات وإجرامها وقصفها للمدنيين. في البداية كان الجميع متخوف من بعض نشر بعض الأخبار لأن لم تكن لدينا أي تأكيدات ولكن الآن الأمر واضح للجميع. أنا أسألك عن موقف الحكومة الإيطالية وأنت تشيرين إلى أنه بدأ فعليا في التغير لكن أريد أن أسألك تحديدا عن تواجد قوات إيطالية ما لديش كيد في مدينة نصراتة. ما هي معلوماتك عن طبيعة عمل هذه القوات عن عددها؟ ومن الذي وفر الغطاء السياسي لتواجدها؟ Che cosa fa? Che quanti sono gli italiani a Misurata? Se hai qualche informazione? Allora, sicuramente l'ospedale da campo a Misurata, quello che ci risulta ufficialmente è che ان ما يقال ان وظيفة المستشفى في مصراتة هي وظيفة طبية لعلاج الجرحى. Per curare i servizi alla popolazione libica. Io ho تم إنشاؤه في معركة سرت. دي بامبيني كي ad esempio وبعدها قام بتقديم خدمات طبية وصحية أيضا للمدنيين. أنا رأيت صور أطفال عالجوا في هذا المستشفى. Anche alle ossa. Poi ovviamente عمليات من كل نوع جراحية قامت بها. Non credo sia questo il problema per la Libia. Noi abbiamo visto
che l'apertura dell'Italia nei confronti del Libyan National Army è stata palesemente espressa. يجب علينا الآن استغلال والتركيز على انفتاح إيطاليا على الجيش الليبي والشرق بصفة عامة. Di una base o di un ospedale da campo o di una nave طيب. Militare in Cirenaica. عذريني سيدة توماسيني لكن الكثير في ليبيا لا يقتنع بأن tanti in Libia non sono convinti del ruolo di questa الجهة المتواجدة الآن يعني في مصراتة عبارة عن مستشفى. Non si può convincere il popolo libico che انتي رأيتي ربما طبيب إيطالي يعالج طفل ليبي لكن نحن رأينا عسكريين إيطاليين متواجدين في الكلية الجوية مصراتة جنب طائرات يقودها مرتزقة تخرج لتقصف أبرياء في ترهونة في غريان في بلغشير وفي غيرها Non ti sembra paradosso questa cosa? Assolutamente sì, questa decisione sicuramente spetta al تناقض غريب أن يكون مقر بعثة طبية عسكرية إيطالية بالقرب من مدرج طائرات تخرج منها طائرات تقصف في حرب ما. Qualsiasi missione diplomatica estera, qualsiasi campo, qualsiasi forza militare. على أي عمل خارجي دبلوماسي تجنب هذه الشبهات proprio per evitare di essere mescolata o comunque تجنب أن تكون بالقرب من هكذا قواعد لو يمكن أن أقول عسكرية عندها كلية ولكن بمثابة قاعدة عسكرية على سبيل المثال فضيحة الطيار البرتغالي مؤخرا هذا الطيار كان يخرج من هذا المكان بالتأكيد La mia opinione come italiano e come amica dei libici è quella che il mio paese lascia questa posizione, questo ospedale da campo, anche perché a Misurata non c'è la guerra. موقع هذه القاعدة هذه البعثة الإيطالية anche noi italiani vorremmo sapere che يحمل على الريبة ويسيء إلى الليبيين. Non è possibile vederlo e quindi noi non possiamo sapere. Se veramente vengono curati dei terroristi. نحن لا نستطيع أن نتأكد وكيف نستطيع أن نتأكد أن نشاطات هذه البعثة وهذه هؤلاء الجنود تقتصر فقط على معونات وأعمال طبية. أنتم متأكدون في إيطاليا أن دور هذه البعثة فقط يقتصر على الخدمات الطبية أم هناك تخوف من تورطها في عمليات عسكرية؟ خاصة أنك أشرت لأن مكان هذه البعثة غير موفق وغير طبيعي ويثير الريبة. Siete sicuri in Italia che questa missione أنا سألت السيدة توماسيني عن هذه البعثة الإيطالية التي يقول الكثير أنها بعثة عسكرية بينما هي تؤكد أنها طبية ومتواجدة في مكان كما أكدت هي يثير الريبة ويثير الشك في الكلية الجوية مصراتة حيث تخرج طائرات يقودها مرتزقة جانب آخرها فضيحة الطيار البرتغالي كما أكدت السيدة توماسيني للقصف La domanda che cerca a dire qui che il popolo italiano sa sicuro dell'attività di questa missione militare في إيطاليا هل لديكم تخوف من انخراط هذه البعثة في أعمال عسكرية قتالية أو تورطها فيها لجانب طرف ضد آخر؟ avete paura dello sviluppo della natura di questa attività di questa missione nel futuro che cosa potrebbe fare questa missione? paura sicuramente non credo insomma parliamo di خوف لا أعتقد cento o poco più di cento militari quindi paura non credo نحن لا نتخوف من إمكانية مشاركة قوات لنا تعدادها 100 أو 150 جندي في صراع عسكري كبير كهذا. طيب نحن نعلم دعم دعم لوجستي ودعم فني. سي لا سوستانسا تكنيكا نون هي كي كومباتونو. إزاتو. Io sinceramente non vedo questo rischio, questo grande rischio. نعم دعم فني نعم ولكن أعتقد أنه مجازفة وضع عدد من الجنود في مكان كهذا في هذه المرحلة
يعتبر مجازفة. أنا أشارك الليبيين في امتعاضهم من وجود هذه البعثة التي تقول أنها طبية ولا أحد يؤكد ولا يستطيع أن يعلم طبيعة عملها في منطقة ساخنة القتال فيها على شده. E comunque sia, ripeto, il premier Conte ha offerto al maresciallo Khalifa Haftar la possibilità di una base militare anche nell'est del paese. Di un حسب علمي أن رئيس الوزراء كونتي قد عرض على قائد الجيش الليبي خليفة حفتر من إمكانية تأسيس قاعدة عسكرية في شرق البلاد أيضا. نعم. أعتقد أن الجميع كل هذه الأحاديث وهذه الاتهامات وهذه الشكوك من الطرفين تمثل la mancanza di una possibilità del popolo libico di esprimere la propria opinione e il proprio desiderio. طيب لكن dovrebbero essere libici. أجل الليبيون يحتاجون إلى الإفصاح عن رأيهم بصراحة مع بعضهم بعيدا عن هذه هؤلاء القادة وهذا. لكن الكثير من الليبيين لا يصدقون أن هذه البعثة هي بعثة طبية ويتحدثون أن حرب البنيان المرصوص التي كانت مبررا لتواجدها انتهت منذ 3 أعوام وأكثر. لماذا هذا المستشفى بين هلالين لازال متواجد في مصراتة رغم انقضاء هذه المدة الطويلة على الحرب التي وضعت أوزارها في السرت؟ أعيد السؤال للسيدة توماسيني حتى يتمكن. Una domanda per lei Tomassini. I libici non sono convinti della natura di questa missione militare italiana. Come rispondi? Una domanda per te Tomassini. أنا سألتها عن أن الحرب في سرت انتهت منذ أعوام طويلة. ما المبرر من تواجد هذه البعثة الطبية العسكرية بين هلالين في مصراتة؟ هكذا يسأل الشعب. هكذا يسأل الشعب الليبي. Sì, è una domanda del popolo libico questa. Perché gli italiani sono ancora in Libia, anche come una missione come questa? Come risponderesti? Io posso risponderle con la risposta ufficiale che viene fornita dal Ministero della Difesa. L'ospedale da campo di Misurata offre servizi al popolo libico. تلك الإجابة التقليدية التي عند كل إيطالي مهتم بشأن الليبي. هذه البعثة الطبية العسكرية تقدم الخدمات لمن يحتاجها في ليبيا للشعب يمر بظروف صعبة. نعم كان سبب وجودها تلك الحرب في سرت ولكن الآن تستمر في مساعدة من يحتاج. لكن أنت تعتقدين أن مكانها في الكلية الجوية مصراتة حيث تنطلق هذه الطائرات التي يقودها مرتزقة. Torniamo alla stessa domanda. La sede, la posizione geografica di questa missione, fa male ai libici con questa condizione? Hai cercato di trasmettere al popolo italiano che questa missione è la sede in Misrata, la città che ha carattere città-stato, fa male nel scenario libico come sede? Sì, certo. نعم حاولت. حاولت نقل. كتبنا عن هذا الموضوع وتحدثنا عن هذا الموضوع. حاولنا نقل استياء الليبيين من تواجد هذه القاعدة. لا سيما مع اشتداد الأزمة وبدء الحرب الأخيرة في طرابلس. هم يحاولوا إقناعنا نحن كرأي عام في إيطاليا أن هذه البعثة الطبية العسكرية تقدم المساعدات لمن يحتاجها. أنت أصريت على أن توضح لي أن الليبيين ليس مقتنعين بهذه البعثة ولا أنا مقتنعة أو لدي علم بطبيعة عمل هذه البعثة. أنا أجاوبك وأردد ما أعلمه. ولكن من جهة أخرى أعتقد أن يجب على كل الدول الأجنبية أن تقدم مساعدات طبية من هذا النوع لبلد يمر بهذه الظروف. لكن الكثير ينظر إليها على أنها انتهاك للسيادة الوطنية. ما تنتي لا فيدنو كومي
lo sai la 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 visione di un popolo vissuto isolato la rifiutano i libici وهذا الامر يلمش لا رفيوتانو رفيوتانو قد يضر بالمصالح الايطاليه في نهايه المطاف secondo te non influenza anche interessi italiani in Libia non ho capito cosa rifiutano scusami i libici rifiutano l'esistenza di queste missioni in Libia certo l'abbiamo appena detto sì e non secondo te non influenza questa missione l'influenza interessi italiani in Libia quegli interessi economici آه، سيكوراميتي سي، تشارتو نعم، 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 تؤثر هذه البعثة في هذا الوقت على العلاقات الليبية الإيطالية من جميع النواحي، لا سيما الاقتصادية مغاري adesso ربما الآن può, diciamo, beneficiare di alcuni vantaggi temporali momentanei يمكننا الآن الاستفادة من بعض المصالح لا سيما ذات طبيعة بترولية ولكن يجب علينا العمل والنظر بنظرة مستقبلية فيما يخص المصالح sicuramente نعم بالتأكيد in questo momento storico come la base militare misurata potrebbero influenzare i rapporti futuri بالتأكيد رأيي أنا كصديقة للشعب الليبي وكصحفية وجود هذه البعثة الإيطالية يثير غضب الليبيين طيب أنت تحدثت أن عملية تنقلك بين المدن الليبية كتابتك للتقارير كشفك للحقائق عبر تقارير تكتبينها في الصحافة الإيطالية أثار ربما غضب البعض واتهمك بالكذب والتزوير هذا البعض هم بعض الليبيين المنحازين لهذه الميليشيات أم هناك بعض الأطراف الإيطالية أيضا لا يعجبها حديثك خاصة أنك قبل قليل قلت أنه ربما كتاباتك جلبت لك المتاعب Tu hai detto che questa missione, questa esperienza in Libia è bella, ma ti ha fatto un po' di problemi. Sì, beh, sicuramente io non lo auguro a nessuno quello che mi sta succedendo. No, ma non lo temenna, ma morar fi fi hadi tajruba li ahad. Allora, laqad ta'arattu al'adid min al'intiqad. Incomprensibile e veramente inspiegabile come una forza lecita dello Stato che appartiene al Ministero dell'Interno di un governo riconosciuto dalla comunità internazionale تتجمع بشكل غير نظامي ميليشياوي scrivere un post diffamatorio nei miei confronti accusandomi di essere una spia degli Emirati Arabi Uniti. نعم هؤلاء المؤيدين لهذه الميليشيات يؤيدون ومقتنعون بفكرة أنني قد تم الدفع لي من الإمارات لأجل نشر هذه الأخبار وأنا أنشر ما رأيته بعيني hanno preso delle mie foto dai social network di eventi relativi ad eventi artistici culturali a cui io stavo partecipando حاولوا حتى تشويهي بأخذ صوري وربطها ببعض الكتابات الأخرى ذات طبيعة فنية محاولين نكران هويتي كصحفية hanno creato account fake pagine false per dimostrare ومن أعمالهم أيضا أنهم حاولوا حتى تزوير صفحة على الفيسبوك باسمي che lavoro per Haftar che حاولوا تشويهي انتقدوني كثيرا وحلول شتى سبل تشويهي لأنني أقول الحقيقة اتهموني مؤخرا بأنني أعمل لدى حفتر Io chiedo veramente a tutti i libici se io fossi una spia o prepagata dagli Emirati Arabi. Anna, uso كلام الليبيين لو انني كنت عميلة ومدفوع لي. Basta mettere una foto su Instagram, Facebook. أعتقد أنهم كانوا سيدفعون أكثر. Dappertutto hanno detto che sono una spia di Israele per قالوا انني ايضا عميله لاسرائيل Jerusalem Post il Jerusalem Post e moltissimi arabi وانني كنت صحفيه في جريده siamo giornalisti القدس. Scriviamo per la verità نحن صحفيين ومبدأنا هو نقل الحقيقه poi se eventualmente loro hanno prove contrarie di conti correnti che non mi risultano sono ben contenta هم لديهم بعض يحاولون توضيح حقائق أخرى أنا طيب. لم أرها هم يحاولون نشر الأكاذيب عنك ولا يعجبهم كشفك للحقائق سيدة تومسيني ونحن نقدر دورك هذا أريد أن أعود بك إلى موقف الحكومة الإيطالية هل صحيح أن ألبرتو مانيتي مدير المخابرات الإيطالية السابق الذي ولد في ليبيا في ترهونة تحديدا ويلقب بالترهوني
حتى بعد إقالته هو الذي يريد ربما سحب الموقف الإيطالي باتجاه تقارب أكبر مع الميليشيات بسبب النفوذ الذي يتمتع به رغم إقالته. È vero che lui ha avuto un ruolo di sostenere, di rafforzare i legami tra il governo italiano e milizie? Assolutamente sì. Sì, non solo, posso dirle con certezza che i servizi segreti italiani, i veri servizi segreti italiani, perché io non sono una spia, supportano le relazioni e vedono positivamente i rapporti con i fratelli musulmani. نعم هو يحاول خلق وتقوية العلاقات الإيطالية حكومة إيطاليا كموقف وبين الأخوان المسلمين. Non ci dimentichiamo che gli stessi servizi e i funzionari italiani nel 2017, e questo ci sono inchieste della stampa internazionale, non lo sto dicendo io, hanno documentato pagamenti fino a 5 milioni في فترة عام 2006 قد وثقت ad una milizia come Al-Dabashi وثقت أن هذا الشخص قد استلم أموال من ليبيا per fermare i migranti in Libia. من هي الجهة التي استلمت منها الأموال؟ في ملف الإخوان المسلمين. Chi ha pagato a questa persona? Secondo te, fratelli musulmani? No, queste persone sono state pagate dall'Italia. Ah, queste persone sono state pagate dall'Italia. L'Italia هي من دفعت لهم. Funzionari italiani hanno consegnato piene di soldi, 5 milioni di dollari alle milizie per fermare هي تتحدث أيضا عن فضيحة أخرى تعرضت لها الاستخبارات الإيطالية فيما يخص ملف الهجرة. تلك الفضيحة التي العم مثلا وتعاملها معه ودفعها أموال له. سي كلو أمو دي سوبراتا. سي نعم هو. طيب السيدة فانيسيا توماسيني الصحفية الإيطالية في جريدة إسباتشيالي ليبيا. شكرا جزيلا لك. Grazie tanto per questa disponibilità. كما أشكر أيضا المترجم الأستاذ محمد سعد الباحث في مركز دعم القرار التابع للقيادة العامة الذي صاحبني في ترجمة حديث الصحفية الإيطالية. أشكره جزيل الشكر. في ختام هذه الحلقة أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم. تحياتي أحمد القماطي. في أمان الله.